يا سلام، تمريره داخل منطقه الجزاء، الله 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 الله، هنا ياتي الهدف العرضيه، الله والثنائية، ويا للجنون يا للجنون يا للجنون، ثاني الأهداف وأرزة المحاولة للمرور والعرضية فلك الجول، في جولي سفيان، في جولي يدون الثلاثية الأمام والتسديدة، و قلنا متخصص ولكن المتابعة تأتي بعد ذلك، ومليك يضع الكرة في الشباك بعد المتابعة.